واحد عيد الشرطة الرئيس السيسي يتحدث عن حرب الأربعين شهرا. عيد الشرطة كل سنة والشرطة المصرية بكل الخير، وحمل الله كل رجال مصر جيشا وشرطة في مواجهة الإرهاب الأسود. النهاردة السيد الرئيس في أكاديمية الشرطة وضع إكليل من الزهور على نصب لشهداء الشرطة، ثم تحدث الرئيس. من بين حديث الرئيس في نقطتين في منتهى الأهمية، الرئيس قال إن لما الرئيس ترامب كلمه ويسأله عن الاقتصاد في مصر، فقال له إن مصر تحارب وحدها الإرهاب منذ 40 شهرا. فطبعا تكلفنا كتير جدا في حرب الأربعين شهرا اللي احنا فيها، نيابة عن الإنسانية ونيابة عن الحضارة ونيابة عن القيم والمبادئ، نخوض الحرب في مواجهة الإرهاب. نمرة اتنين في كلام الرئيس في جملة في منتهى الأهمية، الرئيس قال التطورات في الشرق الأوسط أعادت اكتشاف قيمة الأمن والأمان التي طالما اعتبرناها من المسلمات. ودي جملة في منتهى الأهمية، لأن فعلا قبل كده كنا بنعتقد أن الأمن هو الأصل وأن الأمان هو الأصل، وما كانش في اعتقادنا احنا ممكن نواجه التحديات اللي شفناها في السنوات اللي فاتت. لكن لما بنشوف اللي بيحصل حوالينا في الشرق الأوسط بنعيد اكتشاف قيمة الأمن، لأنها لم تعد من المسلمات كما كان، وإنما عايزة مجهود كبير جدا للحفاظ على قيمة الأمن والأمان. إذن الرئيس تحدث عن قيمة الأمن والأمان وعن حرب الأربعين شهرا في مواجهة الإرهاب. 25 يناير عيد الشرطة. في 25 يناير 1952، قبل شهور من ثورة 23 يوليو 52، في الإسماعيلية مبنى المحافظة، في اتهام للمحافظة وللشرطة المصرية إن هي بتحمي الفدائيين اللي كلفوا الاحتلال البريطاني كتير جدا، وبالتالي كان الإنجليز عايزين بالدبابات يقتحموا هذا المبنى بحجة إن في فدائيين موجودين والشرطة تحمي الفدائيين. وطبعا ده كان صحيح، كانت الشرطة بتحمي الفدائيين في مواجهة الإنجليز. إنما الشرطة المصرية لما طلب منها بعد الإنذار البريطاني إن هي تخلي المبنى، كان المنطق بيقول إنها تخلي المبنى لأن عندهم أسلحة خفيفة جدا، بنادق صغيرة جدا، ذخيرة محدودة، عدد قليل، كل اللي عندهم هذا المبنى. إنما الجيش البريطاني بقوته وعنده دباباته وعنده مدرعاته وداخل على المحافظة، المنطق يقول الاستسلام، لكن الشرف الوطني كان أعلى من المنطق، والقيم كانت أعلى من حسابات العقل. والشرطة المصرية في عهد وزير الداخلية فؤاد باشا سراج الدين خدت موقف وطني بطولي، وقدرت الشرطة المصرية تتصدى لدبابات الإنجليز. استشهد من استشهد وبقي من بقي من الأبطال، إنما ده كان يوم عظيم للوطنية المصرية وللشرطة المصرية في مواجهة الاحتلال البريطاني. ففي 25 يناير 52 كانت هذه البطولة العظيمة في مواجهة الاحتلال. كل عام والشرطة المصرية ومصر كلها بكل الخير.